بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 187. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بالعدل والإحسان، وحكم أن الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، حتى يتشفى المعتدى عليه ويرتدع المعتدي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في حلقتنا هذه في موضوع الديات، وكنا فيما سبق قد تحدثنا عن مقادير ديات النفس، فلنتحدث الآن عن بيان مقادير ديات الأعضاء والمنافع، ولنبدأ ببيان دية الأعضاء. قال بعض العلماء: في الآدمي 45 عضوا، وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه اثنان فأكثر. فإذا أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها ذلك العضو على التفصيل السابق، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، أو ذمياً أو غيره، لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئاً واحداً إذهاب منفعة الجنس، فهو كإذهاب النفس، فوجبت فيه دية النفس. وهذا محل وفاق بين العلماء. وفي حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وصححه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي. وما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكثديي المرأة وثندوتي الرجل، واليدين والرجلين والأنثيين، في إتلاف الاثنين مما ذكر دية كاملة، وفي إتلاف أحدهما نصفها، لأن فيهما منفعة وجمالا، وليس في البدن غيرهما من جنسهما. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه مخالفا. وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال ابن عبد البر رحمه الله: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه إلا قليلا. وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء إذا أتلفها جميعاً ففيها دية كاملة، وفي الواحد منها ثلث الدية، وذلك كالأنف، فإنه يشتمل على ثلاثة أشياء هي المنخران والحاجز بينهما، فتوزع الدية عليها كما توزع على الأصابع. وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها جميعاً إذا أتلفت دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربعة، لأن فيها جمالاً ظاهراً ونفعاً كاملاً، حيث تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية وفي بعضها بقدره. وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعاً، وفي كل أصبع إذا قطع عشر الدية، لحديث ابن عباس مرفوعة: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. رواه الترمذي وصححه. وللبخاري عنه مرفوعة: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها. وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية، لأن في كل أصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الأصبع على عددها كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية. والإبهام فيه مفصلان:
في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق، وفي كل سن نصف عشر الدية، خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. وأما المنافع فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي، فكل عضو له منفعة خاصة، ومن ذلك الحواس الأربع وهي السمع والبصر والشم والذوق، ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. وقال الموفق بن قدامة: لا خلاف في وجوب الدية في ذهاب السمع، وفي كتاب عمرو بن حزم، وفي المشام الدية، ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط، لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية، لأن الدية تتوزع عليها بعددها. أيها المستمع الكريم، من هنا نعلم أن الإسلام يحترم اللحية احتراما دقيقا، وذلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإكرامها، ونهى عن حلقها وقصها والتعدي عليها، فتبا لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبها بالنساء وتشبها بالكفار والمنافقين، وتحولا من الرجولة والشهامة إلى الميوعة، وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فيجب على هؤلاء أن يراجعوا رشدهم ويحكموا عقولهم ويطيعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير لهم، فيوفروا لحاهم التي خلقها الله جمالا لهم وعلامة على رجولتهم. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.